من فضل الله علينا من دون كل الناس القصة عندنا ما تنتهي بالموت. الموت هو بوابة انتقال فقط، فقط نحن نؤمن ونعتقد جازمين بالآخرة، وبين الدنيا والآخرة عالم البرزخ. كثير منا ينزع لأسباب عديدة تطافية للحديث عن عذاب القبر وننسى نعيم القبر، ننسى نعيم القبر يا أحبة. الله سبحانه وتعالى أوصل لنا عبر نبيه في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، طبعا الرجل تستخدم بمعنى الشخص الآن على التقليد، يعني الشخص الإنسان، إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني بعد ما يتم دفنه وخلص انتهى انقطاعه علاقته في عالم الدنيا، قال يأتيه رجل صبيح الوجه فيقول من أنت يا ذا الوجه الصبيح صبحك الله، فيقول أنا عملك الصالح سأبقى جليسك إلى يوم القيامة، ثم ينسأ أو يمد له في قبره مد البصر، ثم يقال له نم نومة العروس، والعروس في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، قال حد ودعلم، فتمر عليه فترة البرزخ كأنها ركعتي ظهر وعصر وإن كانت ألف عام. هذه المعاني حلو ذكرها في هذه اللحظات، نربطها بالمعنى اللي أنا بالنسبة إلي أجمل آية بشارة في القرآن، ألا وهي، وأختم بها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا جماعة قسم بالله من تفكر في هذه الآية نسي كل همومه. أنت تتخيل أن عند لحظة خروج روح المؤمن اللي قام بشيء بسيط جدا، أعلن أن ربه هو الله واستقام، والله مش معقد أبدا. شو هذا؟ إيش نصيبه عند الله؟ تتنزل ملائكة لاستقباله، مش ملك، تتنزل باللغة، تتنزل means مجموعات وعلى وجبات، ينزلون لله المثل على قلبك الصورة، ملك عظيم أنت ذاهب إلى بلده، يبعث لك حرس ملكي طابور وسجاد أحمر يستقبلونك عند بوابة الطائرة، ماذا يعني لك ذلك؟ بعلم البشر قمة التكريم، ولله المثل الأعلى، ملائكة تتنزل فقط عند لحظة دخولك على عالم الآخرة، الصدمة أي الخوف من دون الآخرة، ملائكة مهمتها فقط تقول لك دونت بانيك، لا تخاف ولا تحزن، أهلا وسهلا بك، أنت في ضيافة الرحمن. هذه معنى بحاجة نتذكرها يا أحبة، معنى رائع جدا، معنى بشارة. لذلك المؤمن الحق لا يخاف من الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته، ويغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يرحم من اجتمعنا بسببها الوالد الفاضل أم نديم رحمته واسعة، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد ويتجاوز عن خطاياها ويرحمنا ويرحم أمواتنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم يا أهل المتوفى.